سيد الوزير، احنا واش بغينا منكم؟ بغينا منكم ديروا لنا يا ودي نموذج تاع نموذج تاع لاسيرونس. هما الناس المواطن البسيط هذا تكتبها له بالفرنسي، يدير له نموذج اون فرونسي وهو يقرا ما يقراهش يسني يخرى. يا ودي دير لنا نموذج موحد بالعربيه باش الناس تقدر تقرا. ما يديروا هنا الاخر المنصه، راني بغيت نديرها لك في التعقيب، نطلب منك تاع منصه التامينات. ها قلت لي درت منصه، وكاينه هذه ماتيك تامين تاع العمال تاع التربيه والثقافه، هذه ماتيك كان يعرفوك تخلص كما يعرفوكش تبقى على خير. يرحم والديك يا سيدي الوزير. يا ودي شوفوا لنا الطريق، رانا نخلصوا في لافينيات ونخلصوا في لاسيرونس، ورانا والله الا رانا حاصلين. السيد الوزير على بالي خارج على خارج على نطاق السؤال، ولكن يا ودي ماذا بيا تخبرنا عليه. والله تشوف رانا معاناة نعانوا منها. هادو راهو هذا راكم شعب تسحقوه، وراهو وين شعبكم. يرحم والديك ما تخلوناش. وشكرا سيدي الوزير. أبو المحترم، وأحيل الكلمة إلى السيد وزير المالية للتعقيب، فليتفضل المشكور. طبعا انشغالكم هو انشغالنا. المشاكل الطرق تخص كل الولايات. ربما في الاجابه الى احد النواب التي طرحت عليا في الشفويين ساحاول نجاوب على المشكل تاع رفع التجميد على المشاريع. ان شاء الله ستكون لكم إجابة على ذلك.